وعلى هامش مشاركته في اعمال مجلس وزراء العدل العرب التقى سعاده السيد نواف بن محمد المعاوده وزير العدل والشؤون الاسلاميه والاوقاف المستشار عدنان فنجري وزير العدل في جمهوريه مصر العربيه وخلال الاجتماع أشاد سعادة الوزير بمستوى العلاقات الاخوية الوثيقة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وما تشهده من تعاون مشترك في سائر المجالات ومنها في القطاع العدلي وجرى خلال اللقاء التطرق إلى القضايا المطروحة على جدول أعمال مجلس وزراء العدل العرب ومكتبه التنفيذي إلى جانب الموضوعات محل الاهتمام المتبادل مع استعراض مسارات التعاون الثنائي في مجالي العدل والقضاء